بون، السلام عليكم. قبل ما ندير لكم هذا الفيديو، شفت ان فيديو اليوم صباح وعن بالي سيفيتها بصح ما سيفيتهاش. قالك التوانسة مفتي التونسي لقى في القرآن الكريم بلي الشراب حلال. بون تكون نحوس عليها، حوست عليها في يوتيوب ما لقيتهاش باسكو شفتها في فيسبوك. شفت لا فيديو بصح والله العظيم غير عم بالي سيفيت هذوك، كنت نشوف لي فيديو اللي سيفيتهم ما لقيتهاش. شوفوا يا يوجه البطاطا، شوف عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف وشم وحلاقة وقصة وسلاسل وحلقات، هذول مساكين، هذول كفار يهود ونصارى ماشيين على هذا النهج، الشياطين ظلوهم. لكن حنا المشكلة فينا يا شبابنا يا المسلمين اللي الله خلق على فطرة الإسلام، الله خلق على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الله خلق عزيز كريم، الله خلق رجال. لكن المشكلة إنه غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم وصار يمشي على سنن اليهود والنصارى. شبابنا اليوم مساكين، والله شبابنا اليوم إذا ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم وترك دين لا إله إلا الله محمد رسول الله صار يتشبه في هذولي، راحت العزة وراحت الكرامة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا دينا غير الإسلام أذلنا الله. تبغى تتشبه، تبغى تقلد، لا تقلد هذولي، قلد محمد صلى الله عليه وسلم، عزة وكرامة ورفعة في الدنيا وفي الآخرة. سلام عليكم. ما هذه الأنانيش سبيسيال أنانيش هذا الفيديو هكذا باش تعرفوا باللي في الدين حرام واش راكم ديروا، وحرام هاد الزيقة هادي. اسكت. الزيقة وتقطع من اللور هادو كاع حرام، اسمك وتتبعو في النصارى، واللي تبع النصارى واليهود وش يقولوا عليه؟ هاكو عرفتوهم. السلام عليكم.